والله النهارده كان يوم جميل قوي، تمام الحمد لله. جه سهل وكان اللي فات صعب، بس الحمد لله يعني جت كله الحمد لله. والله اللجنة كانت الأول كانت وحشة، بس الحين كان في مسألتين كده صعبين، بس الحمد لله أنا حللنا الحمد لله بإذن الله. هندسة بإذن الله. هو هندسة من قبل ما ادخل سواء ثانوي يعني عامة، زي ما انت فاهم بقى، الاستاتيكا والديناميكا ضربونا، بس في صحابنا في ناس بوظتنا برضو في الأخلاق. اما ناس كتير بيصاحبونا وهم مش بيحبونا، ساعة المصالح تلقاهم ولما تخلص يسيبونا. في ناس جميلة قوي من بر، بس القلوب سودا ومر، عن الرجولة بيحكوا هم وما فيهمش.